يلا شيل المحرم من الارض يا محمد. الحمد لله انا في حياتي المدنيه يعني قبل الحرب وقبل الضرب يعني انا كنت قلت فاتح محل حلاقه يعني الحمد لله مبسوط كثير انا وعائلتي واولادي يعني ابني صحيح مريض بس انا بقدر بطلع بشتغل برجع على بيتي مبسوط واولادي حوالي يعني اموري كثير كويسه. انا كنت بتمنى اجي كنت احسب حساب سابقا نقول بدي اروح على تركيا زياره انا بس لصعوبه بقى الاوضاع الامنيه عندنا وقت اللي اجينا على تركيا قلنا من دون زياره اجينا بقى صرنا بالغصيب من تحت الحرب. محمد تعال تعال تغدى وطلع ابني تعال شددنا الفرخ. صرنا مثلا ننام مرتاحين نأمن في الولد عند الجار يعني بنقول انه ما بنخاف مثلا من شيء صوت من شيء ضربي من شيء كذا بنأمن عند جاري بيكون ابن عمي جاري بيكون ابن خالي جاري بيكون ابن قريتي جاري بيكون ابن بلدي المهم انه نحن بأيدي أميني اكثر ما يكوننا في البيت يعني السيارة هلا بدنا نروح على السيارة مع ودي أها أتري مشو إيه بقى بنتمنى لإحنا الله سبحانه وتعالى يعني يكون الأمر يحل على العالم كله هيك العالم بقى ترتاح أو تقعد وتأمن احتياجاتها يعني ما بدنا لا أكثر ولا أقل الأمن والأمان أهم شيء.